إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد بعث الله تعالى أنبياءه وجعلهم رسلا بينه وبين خلقه، وأمر الله تعالى خلقه أن يعزروا أنبياءه وينصروهم وأن يوقروهم ويحترموهم. ولقد بدأ الله تعالى بنفسه فصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. فكيف تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؟ وما هي مواضعها؟ وما فضلها؟ وما الأحاديث الواردة في ذلك؟ قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي صلاة أصليها، يعني إن لي ذكرا ودعاء أدعو به، فكم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ كم أجعل من تسبيحي وتهليلي صلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلثين من صلاتي. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، فأجعل لك صلاتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني كلما أكثرت الصلاة والسلام علي يا أبي فرج الله تعالى عنك همك. إن أصابك هم بسبب مالك أو صحتك أو ولدك أو حياتك، فإن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تذهب هذا الهم من قلبك. وإن كثرت ذنوبك وتفريطك، فإن كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تحط هذه الخطايا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وقال لما سئل: من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال: أكثركم علي صلاة. فكلما صلى المرء على النبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله تعالى بهذا درجات. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا على الصراط يرعد كما ترعد السعفة، سعفة النخل. قال: فجاءته كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت قدمه على الصراط. فكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تدل على محبة العبد لنبيه وعلى قربه من اتباع سنته. وتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من ذلك. أيها المسلمون، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية: فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المرء إذا قال اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام معناها: اللهم أثني على نبيك في الملأ الأعلى. وإذا صلى الله على العبد أثنى الله عليك. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إن صليت على نبيك صلى الله عليك، بمعنى أثنى عليك عند الملائكة، عند جبريل وميكائيل وغيرهم. ويتأكد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، فإن المرأة إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وتتأكد الصلاة والسلام عليه في الصباح والمساء. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة وجبت له شفاعتي يوم القيامة. وتتأكد الصلاة عليه عندما يذكر. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام فمن علامة كرمك وجودك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومن مواضع الصلاة عليه أنك إذا قرأت القرآن وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. فإذا قرأت قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فصل عليه. إن كنت تتلو القرآن خارج الصلاة فوقف قراءتك وصل عليه، قل اللهم صل وسلم على رسول الله. وإن كنت في صلاة نافلة
وقرأت هذه الآية فأوقف قراءتك وصل عليه. أما إن كنت في فريضة أو تستمع إليها من الإمام فقلها في داخل نفسك، لكن لا تفوت أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تصلي عليه. ومواضع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولقد سأله الصحابة قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ نقول السلام عليكم عند السلام عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو اختصرها المرء وقال اللهم صل وسلم على رسول الله فهو جائز، اللهم صل على محمد فهو جائز، لكن الصلاة الإبراهيمية أكمل وأولى. وأخيرا من مواضع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند الدعاء، فإن من أسباب إجابة الدعاء أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ثم لم يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام له عجلت أيها المصلي، استعجلت في صلاتك، المصلي أي أيها الداعي استعجلت. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا دعا ينبغي أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، صلي عليه إما في أول دعائه أو في آخر دعائه حتى يكون هذا الدعاء أقرب للإجابة عند الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يريدنا حوضه، وأن يجعلنا من أتباعه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.